بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا أميرة من قناة ميرو في مطبخها. زي ما انتم شايفين كده، ده كيلو لبن هنعمل مع بعض احلى زبادي بدون مكنة، وهيطلع ان شاء الله حلو قوي مع بعض كده. واحدة واحدة هنجيب دي معلقة زبادي، زبادي طبيعي طبعا، هو مش بلدي بصراحة، انا ما بحبش احط عليه زبادي بلدي، الزبادي دوت اللي هو دانيت او جهينة طبيعي. هنقلبه ونروح نضربه في الخلاط بقى ونشوف هنعمل ايه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان دعم القناة طبعا هتكبر بيكو. ضربناه كده في الخلاط يا حبايبي، هنصبه بقى كده في البولات الفخار. هنصب الخليط كله في البولات. بعد ما صبيناه كده هنروح نجيب كاتل مية سخنة، ونحاول ان اكتر المية السخنة بحيث انها تغطي اكبر كمية من الزبادي. بعد ما حطينا المية السخنة كده نروح نجيب ورق استريتش، اللي هو الاستريتش فويل دوت، ونغلفه كويس. مفيش استريتش نغطيه بكياس نايلون، كياس نظيفة نايلون. هنحكمه كويس طبعا عشان المية سخنة، فبتخلي الورقة تكشكش كده مع بعض مع نفسها. هنحكمه كويس بالاستريتش فويل بحيث انه ما يخشلوش هوا عشان يخمر معانا بسرعة، ما ياخدش وقت معانا في الخمر. بعد ما غطيناه كده معانا كيلو لبن تاني هنعمله ان شاء الله مع بعض كده بالفراولة. ادي كيلو اللبن التاني، في برضو معلقة زبادي خميرة. هنحط عليه 4 معالق سكر. اربع معالق سكر كبار. هنجيب كيس جيلي فراولة. كيس جيلي فراولة او كيس ايس كريم فراولة، بس بصراحة الجيلي اداني تيست عالي قوي، في اداني طعم الفراولة حلوة قوي بصراحة، احلى من الزبادي اللي بتجيبيه بره من جاهز من بره. هنقلبه كويس طبعا قوي عشان الجيلي بيبقى فيه حبيبات جيلاتينية كده ما بتدوبش بسهولة. طبعا اللبن انا نسيت اقول لكم يكون دافي زي دمعة العين كده، ما يكونش سخن أوي ولا بارد أوي، زي دمعة العين كده. نغليه كويس ونسيبه يبرد لحد ما يوصل اننا نحط صباعنا فيه، يبقى كويس نستحمله. نصب بقى في الكوبايات بعد ما ضربناه في الخلاط، ضربناه كويس أوي عشان الحبيبات الجيلاتينية بتاعة الجيلي تتدوب معانا. هنصب بقى في الكوبايات.
كده صبينا الخليط كله في الكوبايات. هنجيب برضو كات المية سخنة وهنصب برضو في الصينية جنب الكوبايات. برضو حاول انك تكتر كمية المية في الصينية بحيث انها توصل لحجم اكبر من الكوباية. طبعا احنا مش هينفع نحط على الكوبايات، نغلفها بالستريتش رول. فهنجيب مع بعض كيس نايلون نضيف كده ونحاول نحكم الصينية بالكوبايات. هجيب برضو فوطة نضيفة واروح فردها على الصينيتين كده، الزبادي الطبيعي والزبادي اللي بالفراولة، واسيبهم من 4 لـ5 ساعات. نسيبهم بقى من 4 لـ5 ساعات، بعد كده نطلعهم مع بعض نشوفها، ندخلهم التلاجة. كده دخلناهم التلاجة وطلعناهم زي ما انتوا شايفين كده، طلع نتيجة بصراحة مضمونة وحلوة قوي. ندوق بقى مع بعض كده. حلو قوي، بتمنى تجربيه، والله حلو قوي، تحفة ونتيجته هايلة. بص كده ماسك نفسه ازاي، وبالنسبة لزبادي الفراولة بص الوش بتاعه قد ايه، بص كمية الوش قد ايه، تحفة برضو، بتمنى ان شاء الله تجربيه. تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر، اسلم ايدك ست اميره، اللي تخرص واللي تطش واللي تربص واللي ترش تقليتها تظبط وش، تسلم ايدك ست اميره، اللي تجمع واللي تقمع واللي تقول رق تلمع ورواها قرمش تسمع، تسلم ايدك ست اميره، واللي بتفرم واللي تدقدق واللي بترسم واللي تزوق وحبيبها ولا مره يحروق، تسلم ايدك ست اميره. شغل المطبخ كله بيهون لما بنسمع كلمه حلوه كل يوم. أميرة.